أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في قراءة رواية نوستالجيا مارغريت للشيخ الأديب كمال المرزوقي حفظه الله. نبدأ اليوم في حلقتنا الثامنة بقراءة الصفحة 15 بعد 100 إلى ما شاء الله لنا أن نصل في قراءة الرواية. إذن نوستالجيا مارغريت. عدت لمارغريت تلك الليلة ككل ليلة، أحمل لها بعض الخبز والفاكهة وكثيرا من البكاء لألقى حزنها الذي صار صفة ذات ملازمة لا عرضا زائلا. كان المشهد متوقعا تماما بالنسبة لي، سأدخل لأجدها تقضم أظفار سعادتها حتى ينز منها الدم، أو تسرح شعر أحلامها وهي تنظر في المرآة فلا ترى نفسها. ستخاطبني قسرا وهي تمسح بكبرياء جريحة دموعها من الخارج لتتركها تسيل إلى الداخل تحرق ما بين جوانحها. دموعها السوداء بلون الكحل تسح من مزن عينيها لتروي شجرة عيد رأس أسبوع حزنها الأول بعد الواقعة. حزن حتمي واثق قطعي دغمائي، لا نسبية فيه ولا خضوع لمنهج الشك والاحتمال. ودخلت أتشمم رائحتها، رائحة بعيدة منسية كرائحة اللوز المر والسيانور تنذر بفاجعة. صحيح أن حواسي في هذه الآونة ليست على ما يرام، لكنني ما زلت لم أصب بعد بأنيميا الاستشراف وتوقع المصائب تحديداً وشمها إن توخينا الدقة. لم تكن مارغريت في البيت، هذه رائحة الفراق إذن لا السيانور كما توقعت. بحثت بعيني ملهوفا عن الرسالة التي ستكون بلا شك موضوعة بعناية على المكتب، تشرح أحداثا وتفاصيل تتوقع هي أن تفيديني بها، ووجدت الرسالة تماما على الهيئة التي انتظرتها، مطوية بعناية، معطرة فقط برائحة الدموع. يمكنني أن ألمس ملمس الحزن الخشن بأنامل المتوجسة خوفا من الحروف. أتوقع أن تكون رسالتي هذه هي أول ما تقع عليه عينيك عند دخولك، فمكتبك هو أهم ركن لك في البيت، ولعلك لا تنتبه لغيابي إلا بعد قراءتك لرسالتي هذه. يقول المؤلف حفظه الله في الحاشية: طبعا حتى راسبوتين وجاك السفاح وكاليغولا ونيرون يمكن أن ينتبهوا لكون هذا ظلما. نعود إلى نص الرواية الأصلي: أنا متعبة جدا يا عزيزي، يقتلني حزن تخونه جميع الكلمات لعجزها عن وصفه. قرأت يوما لأحدهم كلمات معبرة عن هذا المعنى أفضل أن أنقله بحروفه، يقول: وأول معنى شفاني من الغلو في سحر الكتابة هو العذاب، العذاب المجرد الصافي الأجرد الذي يشعر صاحبه بأنه خائن لنفسه حين يكتب عنه ليصفه في كلمات جامدة تطفئ ناره وتضعف عنفوانه إلى حد قتله واغتياله. فالمعذب يفضل ألف مرة أن يترك عذاباته تأكله ويقتاته عليها إلى أن يموت صمتا من أن يخون نفسه ويقايضها بثمن كلمات معدودة بخس زهيدة بعد وصوله ليقين أن الكلمات تخوننا أحوج ما نكون إليها. عذاب الانتظار الذي يدوم ساعة واحدة وهو من أهون شيء لا يوفيه حقه إلا نص يقرأ في ساعة يقتلك في كل ثانية مللا وتوجسا وقلقا ويأسا وقنوطا، واختصاره في جملة واحدة أو فقرة مهما بدت عبقرية تلغي مشاعر كل ثانية تشكل لوحدها حياة كاملة طويلة كالألم، خيانة كاملة الشروط والأركان لذلك المعنى. فكيف بعذاب عمر يحوي كل صنوف الأحزان؟ يقول المؤلف حفظه الله في الحاشية، مقتطف من أحد مقالات أنا كمال المرزوقي لبطل الرواية:
ويسعدني أن أقتبس عني بكل روح رياضية منك وأنانية مني أمارسها بكل وقاحة. فبعد كل شيء، هذه روايتي، أصنع بها ما أشاء وليس لك من الأمر شيء. نعود إلى نص الرواية الأصلي. نعم، حزني هكذا تماما لا تعبر عنه الحروف، منذ صرت أحاول الحفاظ على آلامي المعتادة فقط. لقد كنت الرجل الذي أمضيت سنوات مراهقتي الأولى أرسم حاجبيه وحدود وجهه، أعدل طوله وشكله، وأبرمج عاداته وهواياته وخصاله. وحين دخلت حياتي وجدتني صرت أنقل حقيقتك إلى خيالي لا العكس، وأمعن طواعية في خداع نفسي بأن الأوصاف هنا وهناك متماثلة متطابقة إلى حد الذهول. لن أكون نكرة جميلا أبدا، ولن أزعم أني نادمة على شيء. لقد كان لقائي بك هو أسعد شيء وقع لي في حياتي، كانت ساعة خالدة من ساعات التاريخ بالنسبة لي. قد يكون مات فيها كثير، وولد كثير، ومرض كثير، وتعافى كثير، وانتحر آخرون، لكنها كانت أسعد ساعات عمري. فلطالما شعرت أن لهم عالمهم ولي عالمي، وحتى عند شعوري بأنه لا عالم لي، أؤمن قطعا أني برغم ذلك لا أنتمي لعالمهم. ولقد صرت بعد معرفتك يزداد شعوري بالغربة في حضور الناس، ويتعالى إحساسي بالوحشة، لكنني معك فقط صار يمكنني أن أكون وحدي. اليوم أشعر أن عالمي نوع واحد وطعم واحد، وحزن مفرد وحشي طويل وثقيل. لقد قرأت أن للثلج في لغة الإسكيمو أكثر من 50 اسما مختلفا بحسب شكله وحالته. وأؤكد لك أنني بإمكاني اليوم أن أصف لك 50 نوعا من أنواع الحزن، وتسميتها ليست هي الأمر الأصعب بالتأكيد. يمكنني أن أصف لك الحزن الأرجواني، ذلك الحزن الخفيف اللذيذ الذي تحمله إلينا كلارينات حزينة تعزف الصبا بزحف تركي كالأنين، ذلك الحزن الذي تحمله نسمات ساعة الغروب حين يتوقف الكون كله فاغرا فاه في خشوع. إنه حزن ككأس الشاي تهضم به في أرواحنا السعادة، حزن رقيق لا يؤلم إلا بقدر ألم امتلاء البطن من الشبع وتعب الفكين من مضغ وجبة لذيذة، حزن لطيف رقيق كأحلام الأطفال. وهناك حزن على الضفة الأخرى المقابلة، هو الحزن المارد الذي علمتنيه منذ صرت تمنحني ما يكفي لأن أبقى بعيدة من الحياة وعلى مقربة من الموت. حزن بارد الدماء كقضمة الصقيع، بشع كوجه الرجل الفيل. يقول المؤلف في الحاشية: أحد أبشع التشوهات المرضية المسجلة في تاريخ الطب على قدر علمي. حزن بارد الدماء كقضمة الصقيع، بشع كوجه الرجل الفيل، يسري في صعودا ضد سريان الأوجاع من أخمصي إلى مرفقي، بخلاف الأحزان المعتادة للمصائب التي تشعر أنها نزلت من قلبك إلى ركبتيك. إن هذا حزن واثق جدا في نفسه، متسلق في صفاقة ومهارة وسادية عجيبة، يصعد كالموت من أسفل إلى أعلى، ويقيم متريثا حيث شاء، فينزل بالبطن ليسرح قدميه الثقيلتين. نعم، إنه حزن حي له وجه وقدمان ويدان وإرادة حرة بلغت النهاية في العجرفة. حزن حين تعرفه يغدو كلام الناس في ألوان الحزن الأخرى أمامك سخيفا مبتذلا وجارحا إلى أبعد حد ممكن، ويصير معه الحزن الأرجواني أحد أقسام السعادة العليا التي لن تجرؤ على تسميتها حزنا إلا للحفاظ على اسمه الذي به يعرفه الناس، تنويعا على الحفاظ على الخطأ المشهور بدل الصواب المجهول والمهجور. وبين هذين الحزنين ألوان وألوان وأسماء وأسماء، لن أطيل عليك بذكرها لسبب واحد تعرفه.
أنت صرت منهمكا في ذاتك لدرجات لم تعد ترى معها أحدا، وقد يحسب من لم يعرفك أنك تفعل هذا أثرة، أي أنانية، لكنني عرفتك إلى قدر يسمح لي أن أرتبط بك ذهنيا، وأنا أعلم أنك أبعد الناس عن هذا. أنت فقط سريع الملل والسأم، كائن من سأم، لو سمحت لي، رزمة محشوة سأمة وملل وسخرية من كل شيء محيط بك حتى ظلك ونفسك ذاتها. ويمكن لمن كان ذا فراسة أن يشم رائحة السأم والملل تفوح منك على بعد ميل كامل. ومن كان على هذه الصفة فإنه لا يعبأ بأحد، وأنت لم تعد تعبأ حتى بنفسك، وأنا ما زلت مقتنعة جدا أنني بعض نفسك الذي هجرتها. بدأت سفرك البعيد عني بأن كففت عن تحمل همي أو أن تقدم لي شيئا، ثم صرت لا تشعر بأنني أستحق أن تبذل من أجلي أي جهد، أو هكذا أشعر أنا. ثم في النهاية صرت لا تطالبني بشيء ولا تحتاجني في شيء. ولم يكن من الممكن أن يصبر بشري واحد مخلوق من لحم ودم على طباعك هذه لولا معجزة اسمها الحب. الحب الذي يختصر كثيرا من مسافات المعاني التي نقطعها عادة بالكلمات والحروف، فيتجاوزها في ثانية بنظرة وابتسامة ولمسة حانية بالأنامل لوجه مكدود متعب، أتعبه الشوق والبعد والفراق والسهر في منادمة الحنين. وكان يكفيني هذا القليل منك ليشفع الصبر فيك، فقد كنت مصابة بك حتى العظم. من قائل هذه العبارة؟ من أي درج منسي مهمل من رفوف مكتبة ذاكرتي سقطت لتشج رأس شعوري في أوهن حالات الممكنة؟ لا أدري، ولم تكن ذاكرتي يوما مستوعبة للجمل ولا الأحداث ولا الأسماء إلا التي تدور في فلكك وحدك. كنت أشعر دوما أن ذاكرتي مصفاة تصفي كل ما لا يتعلق بك، فيبقى فقط عالمك ورائحتك وملمسك وصوتك فيها. لكن الهدم الذي صنعه إزميل عدم مبالاتك اتسع يوما فيوما في جدار صبري، وينبوع كلامك كان يغور يوما بعد يوم إلى أن جف تماما. وحتى بعد الجوع الطويل الذي يقرصني به صمتك، أحاول بكل جهدي وقوتي وتدبيري أن أطلق عصافير الكلام تبحث عن فتات الأمل في خبز ترقبك، فصارت عادة عصافيري أن تعود خماصا لا تجد حتى من الفتات ما يقيم أودها. فأدمنت الصمت وصرت أطلب نسيان ألمي بك بأن أدمنت البكاء. أراك وأنت تغمس صمتك في طبق المرمز، يقول المؤلف في الحاشية: أكلة تونسية مكونها الأساسي هو البصل. أراك وأنت تغمس صمتك في طبق المرمز، وعذرا للتشبيه المبتذل، وتحتسي عليه جرعات القهوة التي صرت تحتسيها بقدر انشغالك بالقراءة وسهرك وعداوتك المفزعة للنوم والأكل والكلام. وأما أنا فكنت أبكي، أبكي وأنا أشعر أن حبي لك صار عقوبة بالسجن في قلبك. أبكي وأنا أطبخ لك الطعام وأغسل ثيابك، أبكي حين أتذكرك، وأبكي حين أتذكر أنه يجب علي أن أنساك أحيانا لأشفى منك فأنسى أن أنساك، أبكي حين تأتيني وأبكي حين لا أجدك، أبكي وأنا أبتسم وأوشك أن أسلم الروح دمعة دمعة إلى أن تخمد نار جسدي وإيدا قبل الانطفاء الكلي. أبكي بلا عصا من صبر أتوكأ عليها، أو من عزم أهش بها على ضعفي وقلة حيلتي وهواني عليك. أبكي وكرة الألم النحاسية بطعم الصديد في حنجرتي تتضخم يوما فيوما، أبتلع ريقي فتعلو ثم تنخفض دافعة المرارة إلى حلقي، فأبكي من طعم المرار. أبكي إلى أن تصير عيناي حمراوين بلون الحقد، وصفرة وجهي بلون الغيرة الصفراء الشاحبة. أبكي وأنا أرى مملكتي الفارغة، فيها كل شيء سواك، وفيها ما عداك كلا شيء أسود كبير كثير يحوطني من كل جانب. أنا المؤمنة دوما بأن عدد الأشياء التي تبكينا وتؤلمنا ثابت، تتغير صورها وأشكالها وصفاتها، لكن حقائقها واحدة.
فمنذ كنا صغارا كنا نبكي من الجوع والبرد والحرمان من اللعب، وكبرنا فبكينا من الألم والطمع والحسد وظلم الآباء، وكبرنا فبكينا من الرغبة والحب والشوق وقسوة الحبيب، ونكبر فنبكي من الموت والجهل وظلم الأبناء، وسنكبر أكثر لنبكي أنفسنا ووهننا وحرماننا من حياة تقدم لنا أوراق استقالة منا. فلماذا أبكي أنا اليوم هذا كله كأنني عشت أعمارا بتقويم الحزن لا عمرا؟ تعبت، تعبت جدا، تعبت حتى الهرم، وصرت أشعر أنني شابة في أواخر السبعينات من عمري، وكانت أول مشاعر الهرم عجزي عن الهروب للماضي، ماض أجد فيه بعض السلوى والعزاء، يخبرني بيقين أننا في النهاية لسنا سوى مجموعة من الذكريات، وأن تلك الذكريات هي أغلى ما نملك. أما الآن فصرت غير قادرة على أن أعيش ماضيا ولا حاضرا، وصار المستقبل أملا، ثم صار الأمل بالنسبة لي كذبة كبرى ممزوجة بفضلات المسكنات، كذبة كمعالجة وجع الضرس بالبنادول يهدأ ساعة ليعود أفحش وأقسى وأفظع. لكن أقسى آلامي زيارة الليل المليئة بالأشباح والبارانويا الكالحة وغيابك المرعب. كان ليلي يفد على صهوة مطهم أدهم، يتبعه نباح رهط من الكلاب المسعورة تعوي في رأسي، ويهجم علي بلا لياقة ولا استئذان ليرمي جلبابه الثقيل ديجوري اللون في وجهي، ويبدأ كل شيء في التحول، كل جدار في الغرفة يكتسب شخصية مهيبة صموتا كالشيوخ المتدثرة بمسوح الرهبان، ظلال بلا وجوه أكاد أشعر بها تراقبني وتحصي علي أنفاس لاهثة قهرا، فأهتف لنفسي في يقين هذه الجدران معاديه وتكن لي حقدا غير مفهوم، أنا واثقة من هذا جدا حتى لأكاد أقسم على هذا، الأرضية نفسها الممردة من بلاط صقيل غير مرحبة بوجودي، ولأني كنت أملك طرفا باذخا أختار أحد الوجهين، كنت أختار أن أنفض كل هذا الذي يقودني للجنون وأنسى كل شيء، أنسى كل شيء وأتعلق بأهداب النسيان شبيهك الذي لا يزورني أبدا حين أريد ويأتي حين يكون آخر شيء أرغب فيه، ثم يغيب ليتركني صريعة لهجوم الذكريات مثلك تماما، لكنه يختلف عنك في كونه أحيانا يأتيني مشفقا فأنسى كل شيء، ويكف الليل عن أن يكون ليلا، ولا يعود له نهار تابع ولا نجم ولا ظل ولا قمر ولا سماء، وأنظر للحظات للعالم بعيون ليس فيها أوهام فلا أجد شيئا سواك، أعلم تماما أنني أهلوس فلا يوجد وهم أكبر منك في الدنيا، وأعلم أنني في تلك اللحظات لست حقيقية، لكني لم أعش قبل حقيقة غير حقيقية مثل هذه، وأدرك في اطمئنان حينها أنني هويت للجهة الأخرى من الليل نائمة وأنني أحلم بك وحدك. هكذا صارت أحلامي، كنت ذات يوم بعيد كباقي البشر أحلم بالأبيض والأسود، ثم جربت فترة لا بأس بها الأحلام الملونة المميزة للمرضى النفسيين، ثم صارت أحلامي لونا واحدا رماديا مختلطا. هل تعلم أن أكثر ما يقتلني معك أنني نفسية عارية تماما، ليس لي ما أستره ولا ما أظهره، وحتى حيلي الصغيرة التي كنت أحاولها معك قديما تخليت عنها مطلقا منذ سنين، لقد كنت حلما أمسكه بيدي حتى سرقتك هي مني، فصرت وجعا كلك، حبك وقربك وبعدك وعقلك وجنونك وحضورك وغيابك ومسك وتخيلك ووجدانك وفقدك ويقينك ووهمك ووصلك وشوقك ووجودك وعدمك المستحيل. أعيش معك ومنك وفيك وعندك أعتى المتناقضات وأقصاها، فأنا معك أسعد امرأة وأشقاها، أسعد امرأة بوجودك معي وأشقاها بك، أنا عندك في أسعد اجتماع ومعك في أتعس لقاء،
كأنما أعيش في أروع مكان على سطح الكرة الأرضية وأقبح بقعة في ذلك المكان، كأنما تطبع قبلة على دمل متقيح في خد ملكة جمال الدنيا. علمتني القراءة فصرت أقرأ مثلك، لكنك تقرأ رغبة وهوى وشغفا، وأنا أقرأ فقط لأبرر عزلتي وحرماني منك. وأحيانا أقرأ لأحافظ على انتمائي إليك الذي لا أعرف له طريقا غير هذا، لكنك حتى لم تنتبه لهذا ولا لاحظته. أنا اليوم متعبة وقد قضيت نحبي ولم أعد أقوى على الحياة. آثرت أن أترك لك البيت في هدوء ومساحة لك وحدك أشعر أنك تحتاجها وأشغلها أنا بكل إزعاج. لا أدري هل هذا مني هروب وتخل عن معركتي، أم هي شجاعة أكبر مما يمكنني الاعتراف به. لقد قلت لي يوما إنه لا تلازم بين الشجاعة والمواجهة، فهناك أنواع من الهرب تحتاج شجاعة أكبر بكثير. واليوم أفهم ما لم أفهمه وقتها. هناك أحداث كثيرة تقودنا مجبرين إلى التساؤل أيهما كان الأشجع والأحكم. هل هو ذلك الذي اختار التقهقر للخلف والهروب والانكفاء؟ ولك أن تصفه فتقول هو ذلك الذي انسحب محافظا على نفسه وقوته وتأثيره من المشاركة في خطة مرسومة بعناية، إما أن يكون فيها بيدقا مأكولا مستعملا أو معيقا، أم هو ذاك الشجاع الذي قرر الموت واقفا ورفض التخلي عن سلاحه ومقاومته إلى آخر نفس؟ وإن شئت قلت هو ذلك الذي قرر أن يكون دون كيشوت العبثي الذي يلعب بنفسية مقامر فيسكي فينتظر ضربة الحظ الكبرى للتعويض، فهو يفر من موت إلى موت ومن خوف إلى خوف ومن صدفة إلى صدفة، ليكتشف أن إنجازه الوحيد كان هو إقناع نفسه أنه ما زال على الرقعة، ثم يتحول إلى أمل أن يبلي خيرا من هذا في الشوط القادم الذي يستدين له، إلى أن تصير المكابرة في كونه خارج الرقعة غير ذا موضوع، لكن سيان حينها الاعتراف وتركه. أيا كانت الخانة التي أنا فيها، فقد اخترت خيارا أشعر أنه أعاد إلي بعض آدميتي وتحكمي. ستجد عشاءك على الموقد مغلفا في ورق الألومنيوم، والعصير في الثلاجة، وترموس القهوة مملوءا على دكة المطبخ الرخامية. وإلى آخر يوم، أحبك. التوقيع مارغريت. انتهى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وقوفا على الصفحة 38 بعد 100 لنكمل ما تبقى من الرسالة في الحلقات القادمة إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعائكم ومن صالح السبسكرايب والإعجاب ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم. إلى لقاء قادم.